منحت مؤسسة سلطان بن علي العويس معالي الشيخ خمي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي تكريما لجهودها في تعزيز الحراك الثقافي في مملكة البحرين والمنطقة. جاء ذلك خلال الحفل الختامي لتوزيع جوائز الدورة 16 الذي أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحضور الدكتور أنور قرقاش رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية وشخصيات إماراتية وعربية ثقافية. وكانت المؤسسة قد أعلنت عن اختيار معالي الشيخ خمي بنت محمد الخليفة لنيل جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي إلى جانب منح 4 جوائز أخرى في مجالات متعددة لشخصيات عربية مؤثرة. وألقت معاليها كلمة الفائزين بالجائزة حيث توجهت بالشكر إلى مؤسسة سلطان بن علي العويس على منحها جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، مؤكدة أن هذا التكريم اعتراف بالمنجز الثقافي البحريني الذي يروج لما تمتلكه من مقومات حضارية وإنسانية، مشيدة بعمل المؤسسة في إثراء الأجواء الثقافية في دولة الإمارات ودعم العمل الثقافي العربي المشترك، مؤكدة أن الثقافة أصبحت تشكل محورا أساسيا في عمليات التنمية المستدامة. وأوضحت معاليها أن العمل الثقافي يساهم في بناء الجسور ما بين الحضارات المختلفة ويعزز الحوار المشترك والتبادل المعرفي والإنساني بما يحقق السلام والاستقرار لكافة المجتمعات. شرفت بتسلم هذه الجائزة المعروفة بقيمتها العلمية وبصداها في العالم العربي. دائما كنت أتطلع بفخر واعتزاز إلى من نالوا هذه الجائزة في مملكة البحرين، الدكتور محمد جابر الأنصاري والشاعر قاسم حداد، وكنت فخورة حين زرت المؤسسة ورأيت لوحات تحمل صورهم وإنجازاتهم. اليوم تأتي هذه الجائزة لكون بينهم، بين هذه الأسماء الرائعة.